بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده جاي بتطبيق حلو كده، تطبيق هزار كده لذيذ لكل من عشاق القطط. التطبيق ده بيعمل بيمشي لك قطط على الشاشة من قدامك هنا، شاشة الهاتف عادي. تقدر تستعمل اي حاجة براحتك عادي زي ما انت عايز، وتقدر ايه بتطلع معاك عادي من كذا من اي اتجاه انت بتحدده. ولو عايز ليها صوت اوكي بتحدده من جوه من الاعدادات، مش عايز بتشوف من عنده علامة الصح. والتطبيق ده حجمه صغير قوي يعني عادي 3 ميجا. هنيجي دلوقتي كده نفتح التطبيق مع بعض. زي ما انت هنا شايف كده، طبعا ده اعلان. ما تدوس على الاكس اللي فوق دي، دوس على الزرار اللي هو الرجوع بتاع التليفون نفسه. دي كده واجهة التطبيق من جوه. زي ما انتوا هنا شايفين، في هنا دي الاعلانات ودي معلومات، ودول ايه حاجات تانية تبعه اللي هو الفيس والتويتر والمشاركة. هنا طبعا دي اللي تحت دي اعلانات، وكل ما تيجي تقفل التطبيق وتفتحه الإعلانات دي بتتغير. تطبيق تاني إضافي. المهم هاجي ندخل على السيتنجز. هنا بيقول لك ريموف ادز فور 17 يعني 18 جنيه بالظبط. يعني ايه لو حبيت ايه تلغي الإعلانات بتاعته والحاجات دي هتدفع 18 جنيه وخلاص. المهم هيدن كات ايكون ان ستارت بار اللي هي الحته اللي تبقى في الفوق. ادي كات ساوند لو انت عايز تخلي ليها صوت بتسيب عندها علامه صح، مش عايز بتشيل عندها من علامه عندها علامه الصح. الشو كات دي لي بتخليها على اول واحده عادي كده، يا اما تحدد على 10 ثواني او افطر بعد 15 ثانية، او تعدل الوقت اللي انت عايز براحتك، بس يفضل ان هي تسيب على كده. ادي ان هنا بتحدد الاتجاه، يعني تطلع لك من يمين وتمشي لك شمال وهكذا. تفضل تطلع يمين شمال او فوق تحت حسب ايه كل واحدة. انت جربهم بس دي يعني ايه افضل واحدة ان هي تجيلك من يمين للشمال كده. في ممكن تجيلك كده، في تجيلك من تحت لفوق، في تجيلك من فوق لتحت، في اللي تجيلك جاب معكوسة، على حسب ايه حسب كل واحدة من هنا. اخر حاجة خالص تحت هنا بقى السايز، الحجم بتاعها. كل ما تيجي تكبر تبقى كده، هتصغرها براحتك زي ما انت عايز. خلصت هتدوس على السهم بتاع الرجوع ده، وبعد كده هتدوس له شوكيت. هنا هتدوس له مش هيلبي نو، هتدوس له شوكيت. زي ما انت هنا شايف هتطلع لك عادي، وتقدر تتصفح زي ما انت عايز براحتك. وبكده يكون انتهى الدرس، ويا رب يكون عجبكو. ومنتنسوش تدوسوا اشتراك او سبسكرايب لو انتوا بتزوروا القناة او لأول مرة. ومنتنسوش تدوسوا لايك، ومنتنسوش تعملوا كومنت لو الفيديو عجبكو. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.